امتحانات وطنية، وخاصة أنها في ظروف استثنائية منذ عامين، وإحنا ننظم هذه الامتحانات وأقولها بفخر بأن وزارة التربية الوطنية والدولة الجزائرية رفعت تحدي كبير لتنظيم الامتحانات حتى في ذروة الجائحة في السنة الماضية. تذكروا أننا نظمنا الامتحانات يعني في ظروف أصعب من هذه السنة، ولكن الحمد لله نظمناها ونجحوا التلاميذ واكتملت السنة الدراسية. بالنسبة للتعليم المتوسط هذه السنة لدينا ما يعادل 24709 تلاميذ مترشحين لهذه الشهادة موزعين على 78. واش نقول؟ نقول أنا إن شاء الله اللي تعبينا هذه اللي نقولها لهم، وإن شاء الله بون كوراج بوغ تو لي زيلاف، وإن شاء الله افيك دي بون نوت. بيان تحضير بصح فيه تعب بزاف، بصح ربي يكون معانا وإن شاء الله كامل نجيبوه ودي بون نوت.